استهجان من الجماهير المحلية. كرة تمشي لتشابي لونسو خطيرة، فرصة الجول، جولاثو ديل مارينجي، كرة للريال مدريد. السيناريو اللي ريته لكم وقريته لكم، قلت لكم فريق فالنسيا ما يوجعش والريال الأقرب للتهديف. في 43 دقيقة متعودة دايما، جايتا يضرب من جديد، الناس خرجت، الرئيس خرج، والأعضاء هربوا، وأعضاء الشرف تخلوا عن العشق الفالنسيانو. 1-0، هذه متخبية، هذه مختفية بين أنصار فالنسيا، ولكن في الأخير غيرت الفيستا وغيرت مكانها وقالت أنا مدريدية. سجل يا بنزيما، هنا الكورة متاع تشابي، ملا تمرات من تشابي، مليمترية يقولوا عليها، سنتيمترية ممكن اعتبارها، أسطورية ممكن توصفها، عنوانها الدقة وعنوانها في الوقت المناسب. تشابي يفتح اللعب، قال له خذ سجل، خذ حطها في الشبكة. نعم التسديد، جول ديل ميستايا، جول دي فالنسيا. مش نخرجوا من روحش به المدريد، يروح في اللواج. مش ممكن يا دينو، كوشتا جول، الفالنسيا يتعادل. هدف لهدف. المباراة تصبح نار، المباراة تشتعل فيها الأنوار بمدرجات ميستايا. كرة تغالط الجميع، تباغت الجميع، وهذا ما فعلته كرة دي ماريا، هذا ما صنعه دي ماريا، هذا ما جناه.